رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه ومن معنا. الدرس أنه حكب الأرمان إن شاء الله تعالى شنبق الأفرتني يكو وحديث أم عدي رضي الله عنها. أم عدي أنا مقعي ذا وحليا نصيبة بنت كعب وحي نوغت الماميسا وحديث كان نوغا ورمي دونتا بلنتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم دمر كأولا قلين. قالت حيث لأخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحو نقا عند البيعة بعد أكتئذ مكونا لم يبايعوني أن لا ننوح إنا ننبرورا فوح مرك جيري أي كوتي مادو إنا ننؤين وبرورا أي نبي قبلنا قا فما وفت مالي أو في بلنتي النبي قول الله قال يمنا أنك إمرات هويني أنك نغمي دي مالي أو في غير خمس نسوة شن دمر وحن كأهين دمر كي بدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلنت أول قلي هوين أنك نغمي دي مالي أو في وحن كأهين شن دمر امتحان في كباس. أم سليمين قبل أم سليم ليلة وأم العلاء وابنة أبي صبرة أبي صبرة قبليس إمراتي معاد أهيد يو إمراتين يلا رد مروكالي أو ابنة أبي صبرة أما هوين إذا إنا أبي صبرة يو إمراتي معاد بن شبل هوين ليس وامرات أخرى إيا هوين كالي أيا بلنتي كوفي مركشنت الدمر كأهي وحوي الشكبة كتر أم سليم أم العلاء ابنة أبي صبرة وأمرنا لو قلت لما هويني دي معادنا يتاي مرنا مقعي إذا قوني الله شيء يلا بدو مروك هلا أم صلبة أم حيليضة هاي أم عادية فما وفت مالي أوفر منا أنك إمرات هويني غير خمس نسوة شند مروحا أهين أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امراتي معاد من شبل هويني دي سياحي يا وامراتين يا لبد مر وكله او ابنتي ابي صبره اما قبلي انا ابي صبره يا وامراتي معاد يا معاد قبلي سي هويني دي سي وامرات اخرى. اخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ما ينهى عن النوح والبكاء والسجر عن ذلك. حباب يا ريبتان كلا يسكر يا بي برورتا اي اوهن تقيلد اي كوتيرتو يا اتكين تلا اتكي ريبتان كلا يسكر يا بي شرعي بو اتكي. حديث ام عدي رضي الله عنها قالت حيث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالهي بانو لم بايعوني بلن اي بيعانو لقى للنبي فقرأ علينا وحنا أخري أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن. أيضا بآية البيع اللي قال إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أيضا نوع صهيب نبغو نقود الأخري ونهانا وحنا أخري بنبغو عن النياحة برورتي إن نميتك أبرورنون نقرشي أبعي. طيب فقبضت امرات يدها مركي قعنت اي تاني يندمركو هويني باللابتي قعنت يدي فقبضت وي لابتي يدها قعنت يدي امرات هبلايا مركي اللي قد انتي اكالميصي او هيني برور اكالميصي اريد وحندوني يا نبي محمد وانت انبلنت كل ان اجسيها انا ابال قدو حلو ابال قدو معناها انتي انا يعني جريبة يقول تي مصيبة يقول عضي مركز يسيف عن الى برورتي ايضا هذا مصيبة كل عضيه
kalkeedii iyo waqtigeedii baa soo galay, saa darteed inaan u abaalgudo la baroortaan rabaa, markaasaan ballanta kula gelay. fama qaala laha nabiyu sal allahu alayhi wasalam shay-an, nebigu waxba kumaan odhan. iska daa iyo hadda ballanta gala midna maanu odhane. fandalaqat, way baxday gabadhii bay la soo oyday. warajacat, way soo laabatay. fabaayacaha, markaasuu nebigu la mubaayacooday. akhrajahu albukhaariyu fii kitaabi tafsiir. suura lmumtaxina, baabun ida jaaaka almu'minaati yubaayicnaka, baabkaasuu ku soo saaray. waxaa laga qaadanayaa xadiiska baroorta meydka loo baroorto ee hoognayay, ba'nayay, jabnayay la yidhaahdo inaanay bannaanayn. waxaa laga qaadanayaa ballanta uu nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh dumarka la galay iyo say u oofiyeen. waxaa laga qaadanayaa sida haweenka mu'minaadka ahi ay saadiqiin u ahaayeen oo yacni runtooda ay isaga sheegayeen. baabu nahyi nisaai can itibaaci aljanaa'is, wuxuu baab u yahay reebitaan laga reebay, haweenkii laga reebay inay janaasada iyo meydkii xaadiraan. xadiisu umu cadiya radia allahu canha, caawa wixii janaase ku saabsan umu cadiya inoo warines iyo meydka in la dhaqo. qaalad, waxay tiri muhiina, waxaana laga reebay dumarkii saxaabada haddaanu nahay, can itibaaci aljanaa'isi, janaasooyinka inaan raacno. walam yucsam calaynana, lagumana adkaynin, reebitaankana laguma adkaynin. marka waxaa haboon inaanay raacin, haddayse raacaan ayagoo lilcibrati usugu yacni markaa u raacaya inay kusoo cibro qaataan, waxay soo gelayaan yacni naska caamka nebigu uu yidhi, zuuru lqubuura fainaha tudakirukum alaakhira, qubuurta booqda aakhira idin xusuusinaysaa. akhrajitaanka haweenku ay raacaan jinaasada iyo wixii ku yimi. baabun fii ghasli lmayit, wuxuu baab u yahay meydka dhaqitaankiisii la dhaqay. xadiisu umu cadiyata alansaariya radia allahu canha, umu cadiya waxaa laga warinayaa qaalad, waxay tiri dakhala calayna rasuulullahi sal allahu alayh wasalam, baa noo soo galay, xiina tuwafiyat ibnatuhu, markii gabadhiisii la oofsaday. qaala, wuxuu yidhi dumarkii dhaqaya buu la hadlaya, iqsilnahaa dhaqa, salaasan, saddex jeer dhaqa, oo khamsan, ama shan jeer, oo aksara min daalika, ama intaa wax ka badan dhaqa, waase goorma in ra'aytunna daalika, arrinka haddaad u aragtaan. saddex iyo afar inuu ku daahirsami waayo qofkii haddaad aragtaan dhaqa, buu nebigu yidhi. bimaa'in, biyo ku dhaqa, iyo wasidrin, caleen gob ku dhaqa qasilka. wajcalna, waxaad ka yeeshaan, fi laakhirati, midda ugu dambaysana, kaafuuran, shay-an min kaafuur, yacni shay barafuun iyo cadar a ka yeela. ow amase shay-an min kaafuurin, faidaa faraqtunna, markaad ka faaruqdaan, markaad dhammaysaanna, fa aadinnanii, isoo ogeysiiya. falammaa faraqnaa, markaanu dhammaynay, ayaanu aadannaahu, aanu nebiga soo ogeysiinay. fa acdaanaa, wuxuuna siiyey xiqbahu, hoos guntigiisii. faqaala, wuxuu yidhi ashcirnahaa, la xidhiidhiya, iyaahu, hoos guntiga la xidhiidhiya, tacnii, waxay u jeedaa isaarahu, macawistiisa, yacni marada hoose ee kafanta ka hoosaysa ee jidhka xigtaa ha noqoto, buu nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi, macawisteyda ha noqoto. waa barakada nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi. dharkii nebi maxamed uu labistay ayaa la rabaa markaa in barakadiisu markaa ay gaadho. akhrajahu albukhaariyu fii kitaabi aljanaa'is, baabu qasli lmayiti wa wuduu'ihi bilmaa'i wasidri, meydka in la dhaqo iyo in loo weysaysiiyo, meydka loo weysaysiiyo iyo in biyo iyo caleen goob markaa lagu dhaqo meydkii. xadiisu umu cadiyata alansaariya radia allahu canha qaalad, waxay tiri dakhala calayna rasuulullahi sal allahu alayh wasalam, baa noo soo galay, wanaxnu annagoo naqsilu ibnatahu, gabadhiisii dhaqayna ayuu noo soo galay. faqaala, wuxuu yidhi iqsilnahaa salaasan oo khamsan, saddex jeer dhaqa ama shan jeer dhaqa, oo aksara min daalika, ama intaa wax ka badan dhaqa. fa in bimaa'in, biyo ku dhaqa, iyo wasidrin, caleen gob ku dhaqa. wajcalna, waxaad ka yeeshaan, fi laakhirati, midda ugu dambaysana, kaafuuran, cadar iyo barafuun ka yeela. faidaa faraqtunna, markaad ka faaruqdaan ee aad dhammaysaanna, fa aadinnanii, isoo ogeysiiya. falammaa faraqnaa, markaanu ka faaruqnay, aanu dhammaynay, baanu aadannaahu, aan soo ogeysiinay.
فألقى إلينا وحنوس وطوري حقوه هزقنت ديسيب ونوس وطوري فقال وحولي أشعرنها إياه لحريرية أبو النبي صلوات الله وسلامه عليه شعارك وحل يا شيخ خوصي يجرك سيحيق مركة مرضى يعني أقلي أبو النبي وليه صلوات الله وسلامه عليه فقال أيوب وحولي ابن أبي تميمة السختياني أحد الرواة أي وحولي وحدثت إني وحائي ورنتي حفصته بمثل حديث محمد محمد حديث كيسو قرائشت وأقويس أهل العلم يوم حفصة بنت سيرين يا محمد بن سيرين يا أنس بن سيرين لما أنتوا بوحي أهاين ضد حفاظه وحديث النبي قحف قصة وحانا أقول علمي بطنا محمد يا حفصة أقول علمي بطنا حفصة مركة حديث كأرديدي سؤال كده قيسته أيه وحي أورنشرين هدي له يكون يحيو حيولنشة ولالقي محمد نبل حديثك كما قال مركة وحفصة بنت سيرين محمد بن سيرين أنس بن سيرين هدي له يكون وكان في حديث حفصة وحاكوشة يغسل لها دقة وترا ترأس دار دقة ونبي صلوات الله وسلام عليه وكان فيه حديث قديش سوحا كسبنا ثلاثا صدح دقة أو خمسا أما شان دقة أو سبعا أما تدبر دقة وكان فيه حديث قديس سوح قصبنا أنه قال إنه نبي يقولي ابدأنا كبلابا مركز حبنا بقى إسان وحاد كبلودان بما يامنها مدقيد إذا كبلابا هي ومواضع الوضوء منها إيا ميله ويسد مركز لقمر لي وكان فيه حديث قديس سوح قصبنا أن أم عادية قالت وحيثي ومشطناها وأن أفعدني يعني وأن أشلين ثلاثة قرون صدح جيس تبيه دي وان اتدعني وان اصوهني وان اضبني الصومالي قاعد بكيل لدهار مركزا نصدح جيس كي يلنيو فود يلا بدا دي نعبان وككلا تورني أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ما يستحب أن يقسل وترا وحي لسنة يميدك انت رئيس دار لدقباب كاسو كسو صار حديث أم عدية رضي الله عنها قالت وحيتلي لما غسلنا مركان ورغني بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي قال لنا نبي وحنوير ونحن نغسلها أن ورغينا ابدأنا كبلابا بما يامينها مدقيد إذا كبلابا إيا ومواضع الوضوء منها إيا ميله ويسد لمرنشري ميت كمركة لرغي مركة لو استيشي حب كي ترن كالردق ولو ويسيسني ولو أفرقي ولو لغلق كوتي كالردقي gaamaha la dhaqi lugaha la dhaqi weysada marka la dhaqo ayaa jirkiisii biyaha oo dhan la marinaya marka nabi wuxuu leeyahay ibda'ana ka bilaaba bima yaminiha midigyadeeda ka bilaaba iyo mawaadi'i alwudu'i iyo weelihi meelihi weysada ee minha yaani jirkeeda ka bilaaba babu fi kafan almayyit mayyitka kafantiisi buu babu hadithu khabab ibn al-arat radiyallahu anhu قال وحولي هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد بانو لسو هجروني حقا كسو هجرونين من مكة إلى المدينة مكة كسو هجرونين وحيو سو هجرونين مدينة نلتمسو أنك وضلبين هجرد إذا أنك وكرها دينا وجه الله إله سبحانه وتعالى وجهيس فوقع أجرنا أجر قيدي وحو كردعي على الله الله سبحانه وتعالى دوشي صون وقدعي ومعنها هجرة يدب إلهي نجا أقبل سبحانه وتعالى فمنا وحنجم إذا هذان الصحابة يسوي هجرونين هاي من مات الروح لنتي ولم يأكل من أجره شيئا أجر كيسيا وحبكرونه مسلمين تقني مدن إيه فتوحات كان إيه يعني رزقا واسعا إيه يوحصلنا وحبكرونه منهم وحاكم إلى مصعب بن عمير وداعي مدينة لودري أيا كم إذا ومنا وحان جمد من أين عتمد أيوب الصلاة له سجع ثمرته مريه سي أيوب الصلاة دين مدبرت سيسك فلنايا ومريه أيوب الصلاة دين وأدوية أي صوف وتصارتي بان جمد فهو يسجع يهديبها وقصنا يا وقرنا يا ومنا وحان جمد من أين عت له مذا أيوب الصلاة ثمرته مريه سي فهو يهدوها ويهدوها وقصنايا مصعب بن عمير بقصدي سيدي بقول نغلو حجة قتل يوم أحد مالك يحب بالدير
فلم نجد من هرن ما نكفنه وحن كفنه إلا بردة قيد يرمويان قئر مويان إذا قضينا بها مركان كضب رأسه مدحيسا خرجت رجلاه لبه ساسوبحاي وإذا قضينا مركان كضب رجليه لمجلس لقد مركان كضب لنا خرج رأسه مدحيسا سوبحاي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم نبي حنا فريسو بنه أن نقضي رأسه مدح حسين أن مرض خد الله قار كدن بسيدي قال رسولك إلى مرض مولى جارسه وأن نجعل إنا نخيلنا على رجليه لمدي صلقوتنا من الإذخر جيت كإذخر كليلهذا رماسك أما مادة أما قندة يعني مركز جيت كاير مكة هنا رماس كا قوينا يدوش كسر صاران وقايف تدمع يكون قريان بنا بالفرق حد دريم سامر كحالة الصحابة رضوان الله عليهم أي صامرين هي نلش ودو سيدة يقعد كيد بعد دريم سايو الدنيا أتو الآن قيمة وقال حي أخرجه البخاري وصوصر في كتاب الجنائز باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه قضي رأسه بابك كصاب سنهدان كفن لوه لوح لوه صلى قد بول موياني أما مدح عيسى لوه مدح عيسى إن لقد بول يا بابك كصاب حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإله كفن وحال وكف من نبي محمد في ثلاثة أثواب صدح مرة لوكف مي يمانية أو يمن لو نسبي بيد أو عدعد سحولية يعني مركة أو عضبية أما سحولي جواب مجاله يعني مركة كتالة قرية يمن كتالة لا بد بواليري مركة في ثلاثة أثواب صدح مرة أو يمانية يمن مركة لو نسبي بيد أو عدعد سحولية أو مركة عضبية يعني سحولية ما يشاء عمرك سحولية لوسو سمي ومن كرصف عضبية ليس فيها قميص قميص مركا أن كتشر ولا عمامة عمامنا أن كتشر أخرجه البخاري في كتاب الجنائز بقصو صالح باب الصيام البيض للكفن مركا عد عد إن روح لنت إلا وكفنو باب قصو صالح باب في تسجية الميت ميتك إلا دودو مركا نفطو أي كبحضو روح إن مر له دودو إن الأول بهار قف كمسلم كأنه وقاعد قف ولا بقول لمن يا هدي جري يا كتي ماذا قف كي ميت كأها إن مر له دودو ولا قري ولا دبول حي لي إلهي والنبي صلى الله عليه وسلم على روح كليه إنك ميت وإنه ميتون ولا سبحانه وتعالى أفإن مت فهم الخالدون حضر لما تو ما يقع واريا وحلاله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل امرئ مسبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله فأتي أبو بكر قوله حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي حين توفي مركي الأفصدي سجي وحاله دوبي ببرد قعب له دوبي حبرة ديل ديل لما له قعب ديل له أيا له دوبي نبي صلى الله عليه وسلم سجي وحاله دوبي ببرد قعب له دوبي حبرة ديل ديل لما يليد له أخرجه البخاري في كتاب اللباس يعني باب البرود والحبرة والشملة بابك قوياشا هي قوياشا دي لماذا له هي الشملة دي إن لغده وبابكاس أيو بخاري في الصوصار باب الإسراع بالجناسة حباب يهميتك إن لدك ديقو إن لدك ديقو أنك هو عكس قارقة ولا لدوكين يا لدوكين ما وين لدك ديقا قارقة ميتك وين لدكيا شرعي واساس حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حوري أسرعوا بالجناسة جناسة لدكيا ولا دكيا
فإن تكن صالحة حدي مد ونعكسن تايو الروح ونعكسن ومؤمن أوحا فخير تقدمونها خير بعضه رمرين إنسان قبر قد قوة دان وحوي والروضة من رياض الجنة بير بيرها جنة كم دوية دا قده جنة لوفريا نعم هي برواقة كسوغيسة فخير تقدمونها وإن يكون سوى ذلك سدى سئان حين هدو يوقف عنو بهين فشر تضعونه عن رقابكم شر يدبتي سي برايدي سي بعد قورتي نكدش نسان كامرك غفك وانا اكسر نسق وقيلنا يا حبيبي يا ويلها اين تذهبون بها الله نفتان هو قيده سلع هذه السحرير كذا حقيبات قوة دان حقادي قوة دان حقادي قوة دان بولي وقيلنا لكن قيل دي سوى لينا قريي إلهي سبحانه وتعالى برحمته ولطفه وإحسانه وكرمه حضرين المغرب إلهي ودور صوري الحين باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها وحبابي هاي فضل إلهي هاي صلاة الجنازة إن ميت كالغوت كذو إن ميت كماشي قبر قالوا راحوا فضل إلهي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قل من شهد الجنازة جنازة روحي حاضرة حتى يصلى عليها إلى أنت الذي تكنيه فله قراط قراد بوليه قراط كيسا يكون فسره ومن شهد الروحي حاضرة حتى تدفن إلى الله أصينا فله كان يعني كان له وحاوسقنا ذي قراطان لبق قراط بأوسقنا ذي قيل وحلي وما القراطان قرادانكم حويه قال وحلي مثل الجبلين العظيمين وقال رب ورات هو وين وأثر وحلمنا حداد لبق أثر وكالدوم وي حداد انت المساجد كي يمشي اللي قلت كنا انت تقتل كنت كتو وضنها قادسك قبصة وحد لا ضحي يعني أتشر بور لك بادلير هذا رعلوميت كي انت وحكسي قلبي سقبل قاد قصو آستانا ميقاد لي ضحي أتشر لما بورود ووين لك بادلير يعني وحنا بيقول ايه مثل الجبلين العظيمين لما بورود ووين وأتشر وحليك بوليه أخرجه البخاري وصوص عليه في كتاب الجنائز باب من انتظر حتى تدفن باب وكهل الروح ميت كسوغا إلى أن تلقى آصيه حديث أبي هريرة وعائشة حدث ابن عمر وحالوشة لأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنه من اتبع جنازة جنازة روح الراعة فله قراد بولي فقال ابن عمر بوحر أكثر أبو هريرة أبو هريرة حديث كوانه بديه أكثر أبو هريرة علينا أبو هريرة وانه بديه حديثك حديث أنا أقوم أنت أقول شيء لي فصدقت وحاور رميساء أبو هريرة روارنتي يعني وحوش إذا عائشة أبا هريرة أيور رميساء وقال وحيته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى من كم قال يقول يستقوله فقال ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر بك الصحابة رضوان الله عليهم هذه الشيء حق الله شيئا ويهو قان سمي ترين سيدتك ينمور الله إيمان مايا مرة ابن عمر الله شيقول لي حديثك عائشة يا أبو هريرة إسكوا فقين وحاو يري ابن عمر رضي الله عنه لقد فردنا وحانو كقبوت فرمي وحانو إسكد يعمي ونقد يعمي ها على قراريد كثيرة يعني أترب بدن أو بور الله ليك بانو مركز إسكد يعني هذا يساط أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب فضل اتباع الجنائز فضل إلى ذهي الجنازة إلا فرعه باب ذا سكوس وصاب باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى حبابي في من يثنى عليه خير روحي خير لقو أمانا أو شر أما شربا لقو أمانا ومن الموتى كوبد انتي كبد حالي قف كلي وفاسق قف حنبوها شربا لقو شر قف خير بدن ومؤمنة وأهل خيرا وقرآن أخرس بدن وإلهي كحر البوح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قالوا حين مروا وحين نبي السومريين
بجنازة جنازة النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا عليها فأثنوا عفوا فأثنوا عليها خيرا خير بيكو أمانين فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحولي وجبت وواجبتي ثم مروا حي صومريا بأخرى مثكلة أي صومريا فأثنوا عليها شرا شر بيكو أمانين فقال وحولي وجبت وواجبتي وواجبتي فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت عمر بن الخطاب وحكول الله كرى لنغد محا واجبي رسولك إلهي قال وحي هذا أثنيتم عليه خيرا مثل خير بطق أمانتين فوجبت له الجنة جنة أواجب وهذا أثنيتم عليه شرا مثل الشر بطق أمانتين فوجبت له النار نار بأواجبتين أنتم شهداء الله في الأرض إذنكم مرخاتياش إلهي أرلضاتهين مرخاتيال بدن باكوكو مرخاتي كعي بني آدم كان إيا مؤمنين تناكوكو مرخاتي كعي أنتم شهداء الله في الأرض نبي حليه صلى الله عليه وسلم عليه الحديث قال يعني يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار وحادوا وادي إنات كلا أقون ستان ذاتك أهل الجنة هي أهل النار كإنات كلا برتان قالوا وبما ذاك يا رسول الله رسوله لو أنه قيب كم أقين محانك كلا برانينا الروح أهل الجنة هي أهل النار قال نبي بالثناء الحسن وبالثناء السيء أمانت ونكسا هي أمانت حن أهل الجنة من ملأ الله أدنيه ثناء الناس خيرا وهو يسمع أهل الجنة هو متك ضدك أي خيرك كو أمانان لديه سيكب حيان سقو مقليا وأهل النار يعني وحوي من ملأ الله أدنيه ثناء الناس شرا وهو يسمع أنتم شهداء الله بعضكم على بعض ولكن ببركة ثلاث مرخاتكتي قلك مرخاتك ومرخاتك عيح يعني الله سبحانه وتعالى مركو تلمامي وحو أرلده وحو الله يوحي دوش هذا اللغو مرخاتك عيبي اللغو عمل فلايق اللغو سميبي كمرخاتك عيس حبنا حاجة كو مرخاتك عي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون حبنا حاجة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أخي المسلم وأختي المسلمة تفكر في هذا الموقف الرهيب قال الإمام رحمه الله تعالى أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت باب ما جاء في مستريح ومستراح منه باب يحكي من مستريح ومستراح منه مستريح ومترا حيستي ومستراح منه نوامد لقرح حيستي ذاتك وامترا حيستي يا مثل لقرا حيستي يا بعض نقول سادو كفير صمك حديث أبي قتادة ابن الربيعي الأنصاري حارث ابن الربيعي الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسولك إله مر عليه فقال حلي مستريح ومستراح منه ومثل لقرا حيستي مستريح ومستراح منه مثل راحيستي يا مثل راحيستي واي قالوا حين يا رسول الله رسولك له ما المستريح وما المستراح منه كراحيستي واكما كلاك راحيستي سواك قالوا حين العبد المؤمن أدون كمؤمنك أي لهي أدرت قلبك سإيمانك أفي بيي إذن تأي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم قلقا كذا ألا وافتي
adoonkaasi yastariixu wuu raaxaysanaya hadduu dhinto. Wuxuu ka raaxaysanayaa min nasabi dunyaa, adduunyada daalkeedii iyo dhibteedii buu ka raaxaysanaya. Wa adaahaa, dhibteedii buu ka raaxaysanayaa. Wuxuu ku raaxaysanayaa ilaa raxmati illaahi, naxariista ilaahi subxaana wa tacaala. Walcabdu alfaajiru, adoonkii faajirka ahaan. Yastariixu minhu alcibaadu, addoommaha ka raaxaysanaya. Waalbilaadu, dhulkii iyo waddamadii baa ka raaxaysanaya. Waashajaru waaddawaab, dirtii iyo naflaydii iyo noolihii iyo daabadihii oo dhan baa ka raaxaysanaya. Macaasidii waa kuwa ilaahay yihi subxaana wa tacaala, famaa bakat calayhim assamaau waalardu wamaa kaanuu mundariin, samadii iyo dhulku kuwa uma ooyin, kuwa loo kaadiyana ma ahayn. Waxaa laga fahmay aayadda ruuxa mu'minka dhulka iyo samada u barooranaya, meeshii uu salaadii ku tukanayey, ee uu ku cibaadaysanayey, ee ilaahay uu kula xiriirayey, meeshaasaa yacni u barhaati kacaysa. Akhrajahu albukhaariyu fi kitaab alraqaaq, baabu sakaraati almowt, baabkaasuu kusoo saaray. Baabu fi takbiiri cala aljanaasati, takbiirtii janaasada iyo wixii lagu takbiiranayay buu baabu yahay. Xadiis abi hurayrata radi allahu canhu, ana rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam, rasuulka ilaahay nacaa wuxuu ogeysiiyey, an najaashiya, najaashi geeridiisiibuu ogeysiiyey. Nacyiga waxaa la yidhahdaa al-iclaamu waalkhabaru, yacnii in laga waramo oo dadka la ogeysiiyo man maata, ruuxii dhintay. Marka naca najaashiya, najaashi ayuu geeridiisii ogeysiiyey, fi lyowmi aladii maata fiihi, maalinkii uu dhintay. Wa kharaja bihim, saxaabadii buu nebigu la baxay, ila lmusalla, musallihii iyo garoonkii ciidda lagu tukanayay uu la baxay, xaggoodu la aaday, fasafa bihim, wuu safay, wa kabara arbacan, afar buu ku takbiirtay. Haddii hal xidhaale lagu weydiiyo, lagu yidhaahdo waa kuma ruuxa keliya ee salaatulghaa'ib, yacni salaatulghaa'ib uu ku tukaday, janaasatulghaa'ib uu ku tukaday waa kuma, su-aasheedu waa inay noqotaa annajaashi, asxamu ahaa. Lama helayo ruux kale oo maqan oo nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi salaatulghaa'ib, yacni markaa salaatuljanaasa alghaa'iba, yacni markaa uu ku tukaday. Xadiis abi hurayrata radi allahu canhu qaala, wuxuu yihi naca lana, wuxuu na ogeysiiyey rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam, annajaashiya, najaashi geeridiisii uu na ogeysiiyey, saaxiba alxabashati, xabashada yacni markaa saaxiibkeedii iyo mas-uulkeedii ah, alyowma aladii maata fiihi, maalinkii uu dhintay. Faqaala, wuxuu yihi istakfiruu liakhiikum, walaalkiin ilaahay dambi dhaaf u weydiiya. Riwaayo kale nin kale oo meyda oo muxuu ahaa dhintay buu nebigu wuxuu yihi istakfiruu liakhiikum fainahu alaana yus'al, walaalkiin ilaahay dambi dhaaf u weydiiya, haddaa la weydiinaya. yusabitu allahu aladiina aamanuu bilqawli asaabiti fi lxayaati اdunya wa fi lakhira wayudilu allahu aldhaalimiina wayafcalu allahu ma yashaa. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة بالمصلى والمسجد. حباب كأو كذا هذا يجينا صدى يميت كميش اللي قلت كنا يا إنا يتهاي مصلىها قرون كعيدة يا مساجد كلا بدأ من اللي قلت كنا. حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحكوت كذا على أسحمة النجاشي فكبر أربعا. xadiiskan labaadna waxaad ka faa'iidaysanaysaa magacyada najaashi maxaa ka mid ahaa asxama annajaashi ayaa la odhan jiray, najaashi iyo asxaab. Asxama marka waa magiciisii, najaashina boqor kastoo xabashida qabsada yacni waxaa la odhan jiray najaashi baa la odhan jiray. Boqor kastoo haddii ilaahay kuu run yahay masar qabsadana fircoon baa la odhan jiray. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة أربعا شناسة أفر تكبير وذن له تكبير. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قد توفي اليوم ما أنت وحال أفصدي رجل صالح من الحبشي نين وناكسن وحبشي ذا كبدا أيال أفصدي فهلما كاليو فصلوا عليه كتكدا
قال الحلي فصففنا وانو صفنا ابو جابر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه نبي وكتو كذي دوشي سوى نحن صفوفنا نبو صفف أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنازة باب كوصاب سان جنازة إن لو صفت باب الصلاة على القبر قبر دوشي سين لو كتو كنكر حديث ابن عباس عن سليمان الشيباني قال وحي سمعت الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي أيان كم غلبوا قال أخبرني وحائي ورمي من روح مرة صومر مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي مع عيسى على قبر قبر دوشي لصومر قبر قاسو منبوذ يعني أي مفرد مثل قونية لك قبر قبورها كلك كبحصن لنع يقونية أي نبي صومر فأما هم مركزو تجي صحابة قبر دي بكدل تكذي وصفوا عليه ويصفتين قبر دوشي سا فقلت وحنا يا أبا عمر أبا عمر أبا عمر وكن يضع شعبي عامر مشرحيل الشعبي تابعي من حدثك يا كوشي فقال وحنا ابن عباس ابن عباس بالي الشعبي حديثك حديث شعبي والنبي كور لها وحنا قل لها مرسل والمرسل والمرسل الصحابي عنه سقط لكن وحو عدي واسطة إستغى يقول حيصة يعني النبي يقول حيصة ابن عباس يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود من المدو أن أسود من المدو رجلا أو امرأة أم هوين كان وحوها يقوم المسجد مساجد بحاق تري مساجد النبي وكش غيتر فمات وادنتي روحي مساجد حاق تري وادنتي ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نبي قلنا ما نؤغان بموته قريد السنة ومشيك فذكره ذات يوم مال المالمها كم ذو الشارع نبي قال حصوص توحي ورقفك نوعاها قبل مساجد حاق تسير مذو بيدا من نمكي مذو آوز طيب فقالوا حلي ما فعل ذلك وحسمي ذلك الإنسان قفتاتي وحسمي قالوا حلي مات يا رسول الله وول انت رسولك إلهي قالوا حول أفلا آذنتموني ما دسوري سيسان ورمحادي يقول شيء ويدين قيبها بلشدة إيا أمضا مسؤول بان كأحي أما قف هوسيها هذا أما قف كريها هذا أفلا آذنتموني ما دسوري سيسان مسؤولية النبي مدرم يفير ما هقروب قارك ومحبنا أمضا كوهدو الكحاقي يكوه دي بكفكر يا نبي صلوات الله وسلامه عليه فقالوا حيلا صحابتي يقعوا عذر دارني إنه كان كذا وكذا حبين مقدية يا حيد فوبا دأيي إنا نكفر ابنا نكبقني يعني قصته بيوشيك قالوا حيلا مركا نبي صلوات الله وسلامه مركا قصته بيوشيكين قالوا حيلا فحقروا وحي رئيستين شأنه أرين كيسي رئيستين وحي الهدين نبي يمحين وقصه توسلنا إستعاف قال وحولي فدلوني اتصي على قبره قبر جيسي اتصي فأتى قبره قبر جيسي متغي فصلى عليه وكتكذي ولما روايك وحولي لعل الله أن ينور الله يعني بقبره بصلاته حال غيابة إلهي صلاة أن كتكذي قبر جيسي أغنوريه الله أكبر باب القيام للجناسة جناسته اللو يستاذو أي بابي حديث عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا رأيتم الجنازة فقوموا حدث شناسي يمي دركتان ويستاقوا نلوي حتى تخلفكم إلى إذن دافت إلى الله إذن صور دافي مثلا قارا لبسي ذا ما نعشكي بيسارا انتهي إلى الله إذن صور دافي ويستاقا حديث علي بن أبي ظالم وصورن تلقوريه أيها الحلية كنا نقوم ثم نجلس والله نستقيم إليه أيها حكم كاسي مركي هروج روان استاجي تشرني مركي دمنا ونسكفر السنين أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب القيام للجنازة جنازة لو استاجوا بابي حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي الحلية إذا رأى أحدكم يذكر مركو أخو جنازة تلميذ فإن لم يكن هدوان وحين ماشيا مثل صعنية معها لجل كذا فليقوم هايستاغ حتى يخلفها إلى الصعودة فيه أو تخلفه أمميت كي وداف جناسة دي أي دافته أو توضع أمال الدجي ودوك الله لغو
من قبل أن تخلفه أنت عن إدافين كور باب الأخرى لديك. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب متى يعقد إذا قام للجنازة. باب كوكاهنا يقورمو فريصانا يا حدو جنازة ويستاد. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في رنبه إذا رأيتم الجنازة جنازة يميت كذا دركتان فقوموا استاقا فمن تبعها الروح الرعى فلا يقعديان فريصن حتى تودع ميتك إلى روك الله بيضا. أخرجه البخاري بخاري باصوص على كتاب الجنازة هذا ميتك الرعب وقبر قاد شوكتنا فريصن إلى ميتك روك الله بيضا يعني فلا يقعد حتى توضع إلى ميتك دوك الله لقو من مناكب الرجال رجل قربوه هذا لقدتيو فإن قعد هدو فرستو أمر بالقيام استقبال الفري. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالوا حين مرت بنا جنازة بان صومرت فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم نبقى استاذي وقمنا عنه نوان استاذني به أي بالجنازة بان استاذني فقلنا وحن يا رسول الله رسولك الله إنها جنازة يهودي ما يتكلم استاكتي مقرن سواميد يهودي قالوا حين إذا رأيتم الجنازة جنازة يميتك من هذا الكتان فقوموا استاقا. أخرجه البخاري كتاب الجنائز. باب من قام للجنازة يهودي. حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قالوا حين كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد وحي أهاية قاعدين كوفر يا أي أهايين قاعدين كوفر يا بالقادسية ماشى قادسية ليلة قادسية ومدينة ير ومركة صغيرة ومركة كوفة لو مرحلة دودو شرت إلى 15 فرسخا بيد ماشى قادسية ليلة هذا فليين فمروا عليهما وحيدوش ولا صومرين بجناسة جناس فقام ويستادي فقيل اللهم أرنك وأرنك لهم لو حالويري من أهل الأرض ذات كنول كان كنا والبيكام تايميت كانوا يستاتين إنه من أهل الدمة وذات كي هشيس كان لقولة شريه قال ذا هاي قف إسلام ماها فقال وحيدا إن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا أيان قد يننا يمرت به جناسة بصومته فقالوا ويستاغنين فقيل له حالويري إنها جناسة يهودي نبي محمد ومقرن ساميت كادو يستاتي وميد يهوديد مكاسا فقال وحوري أليست نفسا مياني نف أحي ميت كي يهوديد لفتي سبا صو نف ما هوحو. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب من قام لجنازة يهودي. باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه. حقيبو إمامك إسكت علي ميت كي لنطيمركو صلاة كنت كني حدو هاوين يكوتو كان يو اسكو بيغيا قار كيدا دنب ايو اسكو بيغيا يعني مركا برتن كيدا ايو اسكو بيغيا نين كان و اسكو بيغيا مدح عيسى ايو اسكو بيغيا. حديث سمره بن جندب رضي الله عنه قال الحور صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم نبي قداش اذا كنت كذي يسوى كنت كذي على امراتي هاويني او ماتت كل ما في نفاسها ليجي للمضى حوين أمور رعضي فقاموا واستاغي عليها نبي دو شيدا وصدها برتن كيدو استاغي لحدة يسكو بيغي نبي صلوات الله والسلام عليه أسترهان بالي يسكو بيغي لحدة يا برتن. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. باب كبص أبصان هويني دي أفرتن كإيا دلمدى كتر تيهضي لمتو أيضا ليجي للمدى كتر تأين لقوت كان أيو باب كاس أيو كسو صاري ما كان حلقا وشو كسو كوبية فوح المسلم كاهي مركو لنتو شناسة دي سئي غاب كان لقوت كان أيو وحالو كلا صاري رقيا دمر هدي إمامكي وكتو كان أيو هواني وكتو كان أيو حسكو بيغي بارتان كيدو يسكو بيغي حدو نين كتو كان أيو نين كمدي حسو يسكو بيغي هدي نين إيا هواني إيا مركا دور هوينا يا دور نينا لقد كنا ينا دور كنين با حاجة إمام كلا صو مرينا يا هوين كنا حاجة الشيشة الله مرينا يا بترنين يا هوين دي سال قودة تكنا يا نين كاسو لصوصك بنك إمام كسو حيجي يا هوين يدينا حاجة الشيشة حيجي سا سلا لازم كيسو مو قرنة
cilmi ahaan iyo fiqi ahaan u qortaa u bartaa waa masalo kutubta sunanta markaa lagu tilmaamo. Allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha allahuma ina nas'aluka iimaanan kaamilan wa yaqiinan saadiqan wa qalban khaashican wa lisaanan dhaakiran wa risqan dayiban wa camalan mutaqabbalan wa cilman naafican wa jasaakum allahu khayran wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.